السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد على في قناة فكرة بسيطة. اليوم فيديو قصير لأهمية الموضوع، لأن توصلت بواحد القناة، يعني توصلت بواحد الرسالة، وهذه الرسالة يعني لو توصلتوا بها فهي كتعني أن هناك خطر عندكم على القناة ديالكم أو خطر على الأسيست ديالكم. يعني الموضوع راهو جدي وما فيهش تلاعب أو أي تهاون. الموضوع باختصار هو انك توصل بايميل او ما كتقدرش تدخل ارباح او ما كديش ارباح في الفيديو تاعك في القناه تاعك، ملي كدير شي فيديو وتنزل تقسم الارباح ما كيكونش عندك حق انك تنزل الارباح او الفيديو ديالك ما كيبقاش فيه الارباح. فاول حاجه كنديروها وهي اننا كنمشيو الايميل ديالنا كنشوفوا شنو هما المعطيات اللي عطاونا في الايميل. فالقناه اللي كنتعامل معها او واحد الصديقه فعطتني الايميل اللي هي توصلت به صيفطت لي من نسخه، فانا ما قدرتش نعطيكم يعني الايميل بصفه كامل لان فيه المعطيات الخاصه بالقناه بالفوق. فهنا كيعطي بان القناه بان لمده 30 يوم كما كتشوفوا هنا في الايميل توقف لها الادسنس او الارباح لمده 30 يوم، وهذا كيعني انه كما نقولوا سيسبوندي انه بيلانتي او عقوبه. علاش؟ لانها كان عندها واحد التعامل مع بعض يعني بعض القنوات او جروبات او مشاهدات يعني كما كتبوا. فهذا الايميل هذا كيقول بان القناه كتتعامل مع بعض القنوات او بعض الناس اللي كت يعني سواء انك كتدفع لهم او كتشري او كتطلب منهم انهم يشوفوا لها الفيديو ديالها ويتفاعلوا مع الاشعارات اللي كتطرح في الفيديو ديالها في وسط القناه ديالها. فلهذا حبسوا لها الفيديو، حبسوا لها الارباح لمده 30 يوم. وكما كتشوف هنا في الايميل بعد 30 يوم قالوا لي بان الارباح غترجع، يعني الاشارات غتولي ترجع عندها اكتيف وتولي تتعامل مع الاشارات من جديد. وهذا كيعني بان يعني لحسن الحظ ديالها انها عقوبه لمده 30 يوم فقط، يعني ما توقفش الارتز بصفه نهائيه. يعني هذا الخطا هذا اللي تعاود يعني مره اخرى طبقاته فكيكون ان المصير ديال الاساس ديالها هو الاغلاق، كيولي الاغلاق نهائي ما كيبقاش فيه يعني عقوبه وكيوقف ليها الاساس ديالها والارباح. يعني وملي كتبغي تدخل الايميل ديالها كتبغي تشوف المعطيات فكيعطيها هاد الصفحه هذه اللي هي الصفحه ديال يعني شرح الاخطاء اللي طاحت فيهم. كيكون خطا من وسط اخطاء، يعني ما كيشرحوش كل قناه بوحدها، وانما كيكون عندهم واحد مجموعه من الاخطاء كيصنفوها بنفس كيتسمى نفس الكاتيجوري يعني نفس يعني الفئه. فهنا عطاو بان عندها ترافيك انكوني، يعني كما كنقولوا حنا بالعربي نقولوا نقرات غير صالحه. ترافيك انكوريكت يعني كما نقول زيارات غير صالحه او زيارات غير جيده. فيعني داك التعامل ديال جروبات في بي ان، شوف لي المشاهدات وشوف ليك، علق ليا في الفيديو ديالكم ودير لك تعليق في الفيديو ديالك. فهذا كله كيعتبروهم بعض المرات ملي كيشوفوا بان كاين تعامل ما بينش قنوات ولا ثلاثه ولا مجموعه قنوات جروبات فكيعتبروهم ترافيك انكوريكت وكيعطيو انذار. وإلا شافوا بان المجموعه بقات يعني مستمره في نفس الخطا فاش كيعطيوها انهم كيسدوا ليها الادسنس بصفه نهائيه، وراه مكتوب في نفس ايميل. ننصح ان يعني القناه تكبر بشويه بشويه احسن من القناه انها تسد في يوم من الايام. وكنتمنى ان هذه الرساله تكون واضحه، واللي عنده اي مشكل في النقطه هذه او شيء غير واضح او غير مفهوم يمكن يراسلنا ويمكن يرسل لنا ولا يكتب لنا في التعليق. وغنخلي لكم في الفيديو غنخلي في الوصف غندير لكم رابط ديال القناه ديال مجموعه ديال الدعم في الواتساب، هي مجموعه خاصه غير بالدعم الفني للمشاكل ديال القنوات. يعني ما غادي نطلب منكم لا مشاهدات ولا اي شيء، سواء ان كيكون داك التواصل واللي عنده شي مشكل نحاولوا ان نحلوه حنا اللي وصلنا بر الامان ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وشكرا للمشاهده. وقبل ما نمشيو كنا نختموا الفيديو، اللي باقي ما شارك يشترك معنا ويفعل الجرس ويكتب تعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.